عايز اسالك قبل ما نقرب نخلص يعني جزء على بيراميدز خلاص كده يعتبر ضم يوسف اسامه نبيه وضم سيف فاروق جعفر صفقاته الجديده ايه؟ عشان بيراميدز برضه من الانديه اللي بتعمل صفقات كل موسم عظيمه. طيب مش هنلمس قوي في المحليين، خلينا نتكلم عن الاجانب. يعني الناس عارفه ان برضه بيراميدز في المحليين ما بيبقاش كتير، وضم اتنين وبيتحرك في بوبو زي ما كنا جمال قال من شويه وكنا انفردنا بيه في الحلقه اللي فاتت. الاجانب بيراميدز مين هيكمل معاه ومين ماشي؟ خلاص فخر الدين بن يوسف خارج من بيراميدز، في كلام يعني بشكل كبير جدا كمان ممكن الجنوب افريقي فخر لقاي يطلع برضو بره بيراميدز. اللي ضمنوا بشكل كبير مكانهم هم الشيبي وبلاتي توري ووليد الكارتي. مين هيجي؟ هديك بس مفاجاه كده سريعه، ان في كلام جوه بيراميدز ان ممكن يرحل بلاتي توري اصلا، وارد ممكن يعني في كلام كده. مين بقى ممكن يجي؟ بيراميدز بتحرك في مهاجم من الدوري المغربي حمزه النوري، ده لعيب في حساباتهم بشكل كبير جدا. في اتنين لعيبه في الوداد المغربي بيراميدز بتفاوض معاهم، يحيى جبران وايمن الحسوني. بالمناسبه كريم، ايمن الحسوني في علاقه نسب ما بينه وما بين وليد الكارتي. في واحد فيهم واخد اخت التاني، يعني في علاقات اسريه. بالظبط، فهو اصلا اللي بيقود المفاوضات مع ايمن الحسوني. في واحد فيهم يا ايمن الحسوني يا يحيى جبران هيكون موجود في الوداد. برضه اتعرض يحيى عطيه الله، لكن مفيش لسه كلام عليه في بيراميدز بشكل كبير. هو ممكن لعيب خط نص هو اللي يكون موجود، يا الحسوني يا يحيى جبران. صح.